بس أنا يلي بقرر كل شي بيصير بهالبيت، بس أنا. وسمعة العيلة عندي هي أهم شي بحياتي كلها، وأنا ماني حابب دمر سمعتنا وتقاليدنا وأخلاقنا الحميدة. وشجعك على هيك حب. بعرف منيح إنه أبوك هد كل شي بنينا وكل اللي قررناه، بس صدقيني في شي واحد رح ساوي، وصدقيني رح ينتهي كل الموضوع. رح وقف معك وإدعمك، وإذا كان قرارك إنه تهربي مع ساتيا كانت وتتجوزي فأنا رح وافق على هالشي. بس صدقيني ما فيني خمن شو نتيجة قرارك هاد، بس الشي الوحيد اللي بعرفه حبك لساتيا كانت. شوفي أنا ما في شي بيهمني أبداً ولا أي شي بالحياة تتشوه سمعتنا وتصير سيرتنا على كل لسان مشان اللي ساويتي، بس معلش يصير اللي بده يصير. رح أتحمل زعل أبوكي، بس ما بقدر أتحمل زعلك يا لاكشمي، لأنه أبوكي خاننا، وأنا مستعد وافق على أي قرار بتاخدي بحياتك. صدقيني صار لازم تاخدي قرارك يا لاكشمي. اختي قليلي شو صاير؟ يه؟ يلا احكي. معقول انك عم تشجعي لاكشمي انها تهرب مع ساتيا كانت؟ ليش؟ يعني انت كتير زعلانة لانه تركوا بعضهم؟ ها؟ لهلأ لحتى حسيتي بغلطك؟ ايه حاجتك تطلعي فيي شبك؟ اسمعني منيح يا أخي، هاد الشي اللي صار بيقولولو كش ملك، هلأ أنا فزت بكل شي وأحيات الجندي تبعي اللي بده يخليني انتصر. وحتى لو شو ما صار، لو شو ما صار فأنا أكيد رح انتصر. ليكي أنا ماني كتير شاطر بلعبة الشطرنج. طيب في مجال نحكي بصراحة؟ ايه اسمع، إذا هربت لاكشمي وراحت مشان تتجوز ساتيا كانت، هيك بكون أنا ارتحت تماماً وخلصت من شوفتها، لأنه حبيبي وجوزي ما عاد رح يشوف وشها مرة تانية. وإذا هي عملت هيك رح تضطر أنه تتجوز هذا الشاب، وهيك شو منكون سوينا يا حزرك؟ منكون قلعنا أكبر شوكة وللأبد، وساتيا كانت المسكين ما عاد يقدر يجي لهون. ومين كمان؟ سارفاتي ما رح تقدر تجي لعنا، وهيك بكون حققت كل شي بدي اياه. يا لطيف شو داهية. لك أنا شو ما حكيت عنك لا يمكن أعطيك حقك أبدا. أختي بتعرفي إنها طلعت قوية وشاطرة بلعبة الشطرنج؟ أكيد، بس وينك، نحن رح نتفرج على لعبة الشطرنج وننبسط فيها. لك شو ما كان يا أختي، بس ما بيقدر الواحد منا إلا إنه يحكي عنا بالمنيح، لأنه طلعت قوية ومحتالة على مستوى عالي. تعرفوا شو أنتوا التنتين؟ أنا أمكر من هيك بحياتي ما شفت. تركي أختي، يلا تعالي أنا وياكي حتى نشوف الفيلم. أي يلا تعي. يا ربي وإلهي، أنا عم أرفع إيدي وإدعي مشان تفضحون وتكشفون وشوف فيهم يوم وإشمت فيهم شماتة ما لحد دخيلك. إيه؟ بكفي. أنا ماني مستعد أسمع ولا كلمة منك، وهذا آخر كلام عندي. أنت قلت كل يلي عندك وخلصت، بس لازم تسمع يلي بدي أقوله.
أنا قررت إني أتجوز بنتك لاكشمي. إن قلت إيه وإن قلت لا. اسمعيني منيح لكشمي، أنا كتير بحبك واليوم أنا أجيت لحتى أخذك ونتجوز قدام كل الناس. أنا حاولت كتير إني خلي عائلتي وعائلتك يفهموا حبنا، بس للأسف هنن ما وافقوا، وحتى ما حاولوا بنوب إنه يفهموا حبنا ومشاعرنا. كبار العيلة أخذوا قرارهم يا لكشمي وخانونا أنا وياكي، وهلأ إجا الوقت يلي لازم نقرر فيه. أنا ما بتخيل إنه يمكن تفكري وتتزوجي من حدا تاني، وإذا أخذتي غيري أبداً ما رح تكوني مبسوطة. أنا خلص أخذت القرار وانتهينا، لازم ما نرد على حدا من العيلة ونهرب ونتجوز بأسرع وقت ممكن، ويلي بدهن ياه يساوون. يلا لكشمي، ساتيا كانت أنا ما رح أقدر سايرك وروح معك، وكمان أنا موافقة على كل شي بيقرره أبي وبيأمرني فيه، أني بعرف منيح إنه أبي لما بيقرر شي بخص حياتي فأكيد بيكون عم يفكر صح، وخصوصاً لما بيكون هالأمر بيتعلق بسعادتي وراحتي. وأنا ما رح أكون أبداً سعيدة ومبسوطة بحياتي إلا بسعادة أبي. بس يا لاكشمي ساتيا كانت، إذا أنت عن جد بتحبني وبتخاف علي بترجاك خليك جنبي بهذا القرار اللي أنا أخدته. بابا اسمعني، شو ما كان قرارك انت وشو ما كان رأيك رح اتجوز مثل ما بدك انت، ورح انفذ كل شي بتأمرني فيه كمان. هذا هو بيت سرباتي. دير بالك. شرف، تفضل. لا
عندي شغل مهم. طيب يسلموا ايديك. اذا بتريد. حاضر. دير بالك عليه، وصله على غرفته بعد اذنك. حاضر. عمي بهدور؟ مين هاد؟ ساتيا كانت؟ هذا انت؟ لك شو صاير؟ ليش هيك انت عامل بحالك؟ والله يا مرت اخي انا كنت. انتبه وقف منيح ساتيا كانت. بهدور روح انت، انا بدير بالي عليه. يلا امشي. وقف وقف شوي كمان. ايه يلا. يلا. فيني افهم شو صاير وكيف وصل لهي الحالة؟ الحقيقة كان رح يصير حادث معنا بسبب السيارة اللي كنت راكبها. حادثة؟ ايه. انا كتير بتشكرك، لو ما وصلته لهون ما بعرف شو ممكن كان يصير معه. سارفاتي انتي كيفك؟ منيحة ماشي الحال. طيب هلأ عن إذنك. مينكا أنا فرحان، فرحان كتير بترتيب زواج بنتنا التانية. اتخيلي انه هالصغيرة المشاغبة لاكشمي يلي ما كانت بتعرف تتصرف من قبل كبرت وصارت كمان صبية ناضجة. وقت يلي سمعت كلامي وقبلت قراري صار بينضرب فيها المثل بالأدب والأخلاق الحميدة. أنا مبسوط، كتير مبسوط. شو مينكا؟ كأنك مانك فرحانة بهالقرار. اسمعني، لاكشمي مشاغبة وحتى لو كانت تصرفاتها مولدنة، بس بحياتها ما خالفت رأيك ولا رأي كبار العيلة. بس أنا جاي مشان أسألك سؤال. ليش أخذت هذا القرار القاسي بخصوص لاكشمي؟ حرام عليك، ليش هيك عم تساوي؟ لو سمحت بدي جواب. سوري كان جاوبني لو سمحت. ليش؟ سافيتري بدك جواب مني؟ كأنك عم تشككي بقراري. لا أنا جاي لحتى أسألك وأفهم منك، ليش بدك تحرم لاكشمي السعادة اللي بتستحقها؟ ليش؟ ليش عم تغضب بنتك؟ ليش بدك إياها تكون حزينة ومكسورة الخاطر؟ ما عم أفهم ليش؟ سوري كانت. هلا أنت ليش عم تعترضي على قراري طالما لاكشمي قبلت بقراري؟ ليش لا تحطي حالك محلها؟ انت الاحسن تتركيها بحالها وتبعدي عنا. لاكشمي ليش هيك سويتي؟ ليش قبلتي بقرار ابوكي؟
ليش قبلتي بهذا الشيء؟ قولي. من وقت ما كنتي صغيرة وانتي الوحيدة بيناتنا يا أختي اللي بتحارب من شان استقلاليتها وحريتها وما بتعملي إلا الصح، ليش هلأ قبلتي الهزيمة؟ وليش ساكتة وما عم تدافعي عن أهم قرار بحياتك كلها؟ احكي لك شي كلمة يا لكشمي. ليش ساكتة هيك؟ قولي، احكي لك شي كلمة. أنا ما بقدر أترك لكشمي لحالة، إذا أنا ما كنت جنبها اللي مين بده يكون؟ وبالنهاية أنا أمها وبدي لكشمي تكون سعيدة وبس، هذا كل اللي بديها. أنا بعرف تماماً شو يلي بيخلي لكشمي سعيدة وشو يلي بيناسبها وشو يلي ما بيناسبها. أنا متأكد من إنه سعادة لاكشمي موجودة مطرح ما بيكون في قيم وفي رضا أبوها كمان. لا، سعادة بنتي ما بتكمل إلا بالحب الحقيقي. سافيتري، بعتقد أنا قلتلك هالشي من قبل ورح أرجع عيده، واسمعيني منيح كتير. البنات اللي عايشين بهذا البيت ممنوع عليهم إنه يحبوا نهائيا، وبما إنه لاكشمي غلطت هالغلط فلازم تدفع هي الثمن الغالي. لا تجادلي وتكسري كلامي، ولا ناوية تخلي لاكشمي تبكي. لاكشمي انتي لازم تبكي اليوم، فهمتي؟ انا ما عاد اقدر اتحمل سكوتك المخيف هاد. لاكشمي لا توقفي هيك مثل الصنم، ما بيصير هيك تخلي الألم يعصر قلبك. ابكي لاكشمي، ابكي ابكي لاكشمي، ابكي، يلا ابكي. جو اب کیے ہو داتا ایسا نہ کیجو جو بھی نہ پاوے ایسی گڑیا نہ کیجو اگلے جنم موہے گتیا نہ کیجو اگلے جنم موہے بٹیاں نہ کیجو جو اب کیے ہو داتا ایسا نہ کیجو. خلاص لکشمی لا تبکی حبیبتی، والله اذا صار لك شي بموت وراك يا عمري، والله يا الله ما عم اقدر ساعد بنتي، ما اني حابه اني ساعدها. يا ربي قديش بدها تضل بنتي عم تتعذب، ما عم افهم، مع اني ام بس مو طالع بايدي اعمل اي شي مشانك، ليه هيك ما فيني؟ ما فيني اعمل شي يا بنتي غير ادعي لك الله يوفقك ويحميك من العين ويقدم لك اللي فيه الخير. لا تبكي يا امي، شبكي مينكا؟ شوفي شبكي، ليش عم تبكي؟ خبرت لاكشمي واجيت لخبرك، انا المسؤولة عن اللي صار معها، وجيت لأطلب منك تسامحيني عن الخطأ اللي عملته. كنت عم حاول رتب زواج لاكشمي وساتيا كانت، وكان قصدي يعيشوا مبسوطين ومرتاحين، بس اللي صار ما بعرف ليش هابوها للاكشمي. طيب كيف بدي اعرف مين اللي رتب هذا الزواج وانتي شو كنتي عم تساوي؟
مينكا لا تزعلي مني. أنا عملت جهدي بس زوجنا ما قبل معي. بترجاكي لا تحاولي تلومي إلا القدر. كل اللي صار بسببي أنا، بس والله حاولت ساعدهم ووقف جنبهم. حاولت بكل جهدي إنه لاكشمي تتزوج الشاب اللي بتحبه. بعد عني تهمة مرت الأب، بس هالتهمة رح تلاحقني طول عمري، وقتها رح يتمسخر علي كل الناس. صدقيني رح يتمسخروا علي. قولي لي شو أعمل بس، قولي لي. أختي مينكا، ليش عم تفكري بهالطريقة؟ وليش عم تحكي هيك؟ قولي لي شو بدي ساوي وشو لازم هلأ أعمل؟ كيف بدي خلي أبو لاكشمي هلأ يعرف إنه هاد القرار رح يأثر على حياة سارفاتي كمان؟ رفض المصاهرة اللي مشانها جوزنا سارفاتي، لما يرفض هالزواج رح يأثر على زواج سارفاتي. تصوري يا أختي شو رح يصير مع سارفاتي ببيت أحماها. لا لا لا، أنا ما رح خلي هالشي يأثر على حياة سارفاتي أبدا، بوعدك بهالشي. وأنا رايحة لعندن على البيت هلأ، ورح أطلب من ساتيا كانت وعيلته إنهم يسامحوني، وإنتي سامحيني كمان. حبيبتي مينكا، هاد كرم الضيافة بعيلة جاروديا؟ تعرفي إنه الإهانة اللي صدرت من عيلتك تجاه عيلتنا، أنا بحياتي ما شفت مثلها أبداً من قبل؟ ليش هيك واقفة؟ تحركي افتحي الباب، ما رح يجي حدا من عيلتك يفتحه. هي انتي خالتي مين كخانو؟ شو بقيان شي لسه تهينين عليه؟ ما بيكفي اللي صار بعيلتنا بسببكن؟ أنا إجيت لعندك بس مشان اعتذر لحضرتك ولعيلتك عن كل شي صدر منا، بس صدقيني أنا ما كنت بعرف إنه أبوها للاكشمي. بكفي حاجة عيدي الماضي، اعتذارك ما رح يفيد بشي وما رح يرجع لنا احترامنا يلي فقدناه بسببكن قدام الناس. بعرف هالشي منيح، بس ما بدي علاقتنا تتأثر ببعض أبداً، ولا نخلي هاي الشغلات اللي صارت تعكر صداقتنا يلي كانت بيناتنا. هي ما أثرت على علاقتنا، بس أثرت على سمعتنا، لأنه إذا توسخ وشك تقدري تغسلي، بس أكيد إذا احترق بالنار فطبعاً هالنار رح تصير عدوتك. لا تحسسيني بالذنب أكتر، ولا تخليني أكره حالي أكتر. بترجاكي سامحيني على كل شيء، ومرة تانية بطلب انك تسامحيني. لا ما في داعي، لانه على القليلة نحن منعامل ضيوفنا بأدب واحترام. سارفاتي، هي امك عنا، شو ما بدك تضيفيها شيء؟ حاضر ماما. Ha 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 ha
مينكا، بتعرفي انبهرت بالفخ اللي نصبتي لهم اياه؟ ومشيت كل الامور مثل ما توقعناها. سدارة، اسمعيني رجاء، ما اجيت لحتى رتب زواج لاكشمي وساتيا كانت. بدي نتفق سوا لنعمل حالنا وكأنه بدنا نخطب لاكشمي وساتيا كانت عن جد، بس بالحقيقة منكون عم نخطب لاكشمي لواحد تاني. لهيك ساعديني، بدي اياكي تساعديني بترجاكي، وانا رح زبط فسخ الخطبة بالوقت اللي بيكون مناسب، وحتكون لاكشمي هي السبب بهالشي، فبتترك ساتيا كانت وبتنخطب لغيره. بوعدك بهالشي صدقيني، ما رح يصير غير هيك. شكرا لك مينكا، وعدتيني ووفيتي بوعدك. نجحنا بفضل خطتك يلي فيها قدرنا نفرق بين لاكشمي وساتيا كانت، فرقناهن للأبد مو هيك؟ وأنا كمان بشكرك كتير لأنه ساعدتيني بهاي الشغلة. وبالنسبة للاكشمي وساتيا كانت، مبروك علينا تفريقهم. منيح إذا صرنا نفكر ونخطط سوا، بالتأكيد خططنا كلها رح تنجح، اعتمدي علي أنا. كاجري، شو عم تعملي؟ رايحة. بالنهاية لازم روح لهنيك، ما عاد إلي قاعدة بهذا البيت، ما بحق إلي إبقى. وبأي حق بدك يعني ضل هون؟ أنت إلك حق مثلي بكل شيء أنا بملكه بهذا القصر. لا يوراج، أنت على أي أساس عم تعطيني هالحق؟ وشو العلاقة اللي بتربطنا ببعض؟ الحب. يعني بس على أساس الحب، مو ارتباط اجتماعي؟ على كل، بس أنا وأنت منعرف بهاي العلاقة، وما في حدا تاني بيعرفها. وقبل ما حدا يطلب مني اترك هالبيت، أنا أفضل أني جنب حالي الأحراج وأني أمشي من حالي، هيك بيكون أحسن لإلي. كاجري يا راجو، أنا كل يوم قضيته بهذا البيت، وكل دقيقة من وقتي قضيتها معك صدقني كانت أحلى لحظات مريت وعشتها بكل حياتي، وما رح أنساها أبدا ولا أنساك صدقني. كاجري، كاجري، أنا عندي طريقة تخليكي تبقي فترة أطول، ورح أعمل جهدي إنه تاخدي حقك ووضعك يكون تمام. مستحيل خليكي تروحي من البيت. يوراج أنا تعبت، صدقني تعبت كتير من الكذب، وما في قدامنا حل أبدا. كاجري، بس هالمرة اسمعي شو بدي أقلك، وإذا ما عجبتك الخطة تقدري تروحي، ما رح أمنعك. خلي الشنتاي مطبوبة ماشي؟ أختي، شو لمين عم تطحني هالأعشاب هاي؟ ليكون للأميرة؟ لا أبداً، الأميرة طابت مباشرة بعد ما شربت الخلطة اللي ساويت لها إياها. إيه لها سموك لكان. إيه لها سموك لكان. لمين بدها تكون؟ هو إجا لعندي وقته وأنا كنت مشغولة بعلاج الأميرة. ها هي الأميرة وصلت، تعالي. شفتي أختي؟ شفتي الأميرة؟ قلتلك إنه تحسنت تماماً. فعلاً بسبب حب هالبيت ومباركة ستي وعناية خالتي إلها،
وطبعا اكيد الاعشاب يلي شربتوني اياها. وبرضا من الله بفضل رعايتكن إلي تعافيت تماما وطبت من هالمرضى بسرعة كبيرة. إذن يلا أمي ما دام تعافيت خليها تضب غراضها وتروح. جوراج أنا ما معي حق أمي؟ شو يعني صارت شغلتنا إنه نرعاها كل عمرنا؟ يعني بأي حق بدها تضل قاعدة هون؟ جاوبيني أمي ليش ساكتة؟ وقفي يا بنتي، حلفتك بالله استني. اسمعيني، بترجاكي لا تردي على كلامه. يوراج قلبه طيب كتير، ابني وأنا بعرفه منيح صدقيني. لا تردي عليه، أنا بترجاكي إنك تسامحيه على غلطه. لا يا خالتي، لا تحمليني وزر وتطلبي مني إني سامحه. بالنهاية هو أكيد معه كل الحق. بأي حق بدي ضل هون بالبيت بعد ما طبت من مرضتي؟ خلاص بكف. شو؟ معقول عم تسألي عن حقك لتضلي بهذا البيت؟ لا أكيد، بس هاد كرم أخلاق منك إنك خليتيني أبقى عندكم كم يوم واعتنيتي فيني. طيب لحظة شوي، عطيني مهلة يوم واحد بس مشان أخدمك. خليكي عنا يوم تاني كرمال خاطري، وإلا يعني ما بحس إنك سامحتيني أبدا. بس يا خالتي، وإلا صدقيني بزعل كتير. طيب خالتي، لأنك أصريتي علي أنا ما رح أقدر أرفض لك طلب. بنتي العمر كله يا رب، الله يسعدك يا حبيبة قلبي. تعرفي من وقت ما إجيتي على البيت صدقيني ما حسيت ولا لحظة وحدي إنك مالك مثل بنتي فعلا، لأنه وحياتك حبيتك أكتر ما أحب بنتي وتعلقت فيك كتير يا حبيبتي. وأنا كمان صرت حس إنه هالبيت بيتي، لقيت فيه كل الحب والألفة والحنان كمان، وما بعرف كيف بدي ردلك جميلك وأشكرك. أنتي قدمتي لوحدة غريبة اهتمام كبير، يمكن أعز الناس إلي ما بيعملوا معي هيك. وأنا حتى لو أني تعلقت فيكن وحبيتكن كتير، بالنهاية لازم أرجع على بيتي. أكيد لا، ما رح أسمح لك تروحي من عنا. بدي خلي بنتي اللي بحبها قدام عيوني طول عمري. صدقيني لأنه عندي كتير أسباب لا تكوني جزء كتير مهم بهذا البيت يا عمري. يا ترى بشو عم بتفكر؟ شو؟ أنا ما فهمت، كملي حكيك. عم قول بدي أعطيك الحق لتكوني بهالبيت كنة عيلة جاروديا. تقبلي تتجوزي ابني يوراج؟ يا بنتي أنا طول عمري بتمنى بنت محترمة مثلك تكون مرت ابني بهالبيت. حبيتك وبدي تكوني رفيقة ابني بهالعمر. ما بدي أخسر رفقتك يا حبيبة قلبي، وما رح أهدى قبل ما تصيري مرته الشرعية لابني الوحيد يوراج. بس أنا وهبت حياتي للصلاة والعبادة دائما، يعني كيف هلأ بدي غير طريق حياتي كله بعد الزواج؟ يا بنتي هذا الطريق الله كاتبه علينا، وكل بنت ما بيصير إلا ما تتزوج بيوم من الأيام صدقيني. وهذا اليوم أكيد جاي لحياتك وبكرة بتشوفي. طيب ليش ما يكون ابني يوراج هو شريك حياتك؟
انتو الاثنين بتعرفوا بعضكن كتير منيح، وانا شايفة انه ما في شي يمنع انكن تتزوجوا بعضكن. بس يا خالتي، اسمعيني يا بنتي، اذا هلأ بتتركي هالبيت راح تكوني كسرتي بخاطري. بيهون عليكي انه يصير هالشي؟ لا خالتي، بس كمان انا ما بقدر اخدع حالي. حبيبتي استني يا بنتي. بافيشيا، ساتيا كانت، يلا قوم قوم، انا سويت لك الاكله الحلوه يلي بتحبها. ساتيا كانت، انت كتير سخنان وما في اي حدا بالبيت. بافيشيا، انا رح اتصل فيه، لسه ما حلو يبعد كتير. امي عم تمزحي، انا وبافيترا شكلك بدك حكيم ضروري يا امي، شو رايك؟ انا ما عم بمزح معك يوراج، انا هيك بدي يصير. انا وبافيترا مستحيل. اسمعني، البنت كتير منيحه، انت ليش كل هالقد بتكرهها؟ مشان خاطري عندك انت لازم تتزوجها. دقيقه، أنا ما رح أتجوز بافيترا لو شو ما صار، وهات قراري وما عاد بدي أقول شي تاني. لا يوراج، يوراج شوفي مينكا، يوراج ابنك ما بده يتزوج بافيترا حتى ولو شو ما صار يصير. شو بدك تساوي هلأ؟ إيه صحيح، شو رح تساوي؟ انتو التنتين لهلأ حضرتكن ما بتعرفوني منيح، انا بكون امه ليوراج، واذا هو بده يكبر راسه علي انا راسي اكبر بكتير من راسه، ورح اوفي بوعدي لو شو ما كلفني هالشي، ورح فرجي شو بيصير لابني لما ما بيسمع كلام امه. يوراج بده يتزوج من هالبنت وغصب عنه. كاجري أكيد رح تصير كنت هالبيت المدللة معلمتي، بس حماتي حمات المستقبل هيك مفكرة حابة تساويني مرت ابنها بهالبيت. شو أخذ مني وقت هالولد لوقع بالمصيدة، والأم جد بقى أكتر من ابنها. رح خليها تقتنع بابني أكيد، ولازم توافق عليه. من وقت ما وصلت ودعست رجلي جوات البيت فورا وقعت أمه بحبالي وترجتني كتير لحتى أنا أقبل أتجوز ابنها. بقى أنت شو رأيك معلمتي؟ قلي لي هلأ أنا ماشي صح ولا لا؟ أنت لهلأ ماشي صح حبيبتي. وطالما مثل ما عم تقولي أمه عن جد وقعت بحبالك، صارت شغلة يوراش شغلة سهلة، وبالنهاية مثل ما بتعرفي كل المصاري بإيد الأم، وعالسريع ما حتلاقي إلا هالمصاري كلها صارت بإيدك يا شاطرة، وما بيبقى عليك يا شاطرة إلا أنك تتظاهري بالنظافة على الآخر. لا تخافي علي حبيبتي، رح تضل تلميذتك آخر نظافة. نعم بحكي معك بعدين. مع مين كنتي عم تحكي يا بنتي؟ مع كنت عم بحكي مع أمي. خبرتيها لأمك؟ وشو قالت لك؟ قال بدها يعني هلأ ارجع لعائلتي مثل الطير الطاير، صار وقت صلاتي. من بعد إذنك يا خالتي اسمحيلي
أنا لازم روح. أها أكيد حبيبتي روحي وبسرعة كمان. يلا. ألو، مرحبا، كيفك؟ معك ميكا غاروديا، أنا أمو ليوراج وبافيترا رح تضل عنا بالبيت. لو سمحتي بقدر أحكي مع أمها لبافيترا؟ بدي أحكي لها شغلة كتير مهمة. يا ترى وينو بافيشيا؟ معقولة يكون عند الكوخ الأحمر؟ سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل.